نعم جيمو. كيفك؟ منيحة وأنت؟ أنت على الخط؟ أنا على الخط بس صوتك. إيه بك هذا مو صوتك. مو متعود على هالصوت. صوتك متغير كثير. شو متوقع جيمو؟ لو تعرفي اللي عشته يا إبك ولساتني عم عيشه. بالرغم من كل هذا ما عم بقدر طلعك من قلبي ولا لحظة. الجرايد كتبت شغلات. شو قصدك يعني؟ صار شغلات سيئة. زليخة هي اللي قتلت أبي. بيدخل بعقلك؟ المرة اللي تزوجتها كرمال الصلح طلعت قاتلت أبي. نفس هالمرة بعد 3 أيام رح تولد ابني. شو بدي أقول؟ شي بيزعل. بدي أجي لعندك إبك. ما بيصير جيمو. الغي الفكرة. ليش؟ ما عم برتاح لما بشوفك. بتشتت، عم تفهمني؟ وبيصير صعب علي استجمع قوتي. إبك، اسمعيني. ما بقى فيني أتحمل جيمو. أنا آسفة. تصبح على خير. إبك. إبك. إيدال. إيه قبل شوي إجينا. جبنا البنت. أخذها رجا وراح. ما منعرف. منشوف. كيف سي. ليكني عم بكوي هاد. بس هذا أبته أحلى. كمان فيه البنطلون. بس ما تعلم المكواية. على راسي محمود آغا. شو رأيك تعلمنا كيف نكوي كمان؟ ليكي برأيك أنو جرافي أحلى؟ مو إجبارية بالمدرسة؟ مو مشان هيك. أنت قولي لي أنو أحلى. هاي الحمرة والزرقة. ماشي معناتها كوي لي إياها كمان. خير يا آغا. ليش الشياكي؟ فيقيني الصبح بكير. بتحمم وبروح على المدرسة. أوه هيك لكان. تصبحي على خير. وانت من أهله. تصبحي على خير ماما زينو. محمود أفندي تعال هون لشوف. شوفي ماما زينو. تعال شوف. مو هيك عم بعيد. عود هون لشوف. هي قعدت. ترى هيك منتزاعل محمود. ليش ماما زينو؟ انت من امتى بتروح على النوم بدون ما تبوسني بوسه تصبحي على خير؟ اوف ماما زينو قطعتي لي قلبي. ليش كل هالاناقه؟ شو صاير معك؟ ما في شيء ابدا، يعني هيك خطر لي. قلت لي هيك خطر لك وبدك يعني صدقك. يلا يلا تصبحي على خير. انت بخير ابني. ايه اجا وقته يا ماما زينو. فات بمرحلة المراهقة. ليه لو انت كمان اجا وقتك ومضى من زمان. ضليت لحالي. محمود. محمود. نعم اختي ليلى. حاج بقى رح تخنق حالك. مبين انه عندك شي. لمين عم تتشيك هيك؟ ما عم بتشيك لحدا، أنا هيك دائما. لا تتفهمن علي وإلا رح انزعلك شعراتك. خلص بقى. يلا يلا تأخرت. خاطرك ماما زينو. شو هالريحة؟ انت متحمم بالعطر يعني؟ ايه كلهم بختين. حابي اقلك الله ينور ذهنك بس ما بعرف شو بيطلع معك اذا تنور. بخاطرك اختي ليلى. مع السلامة يا عريس. إجا الربيع يا ليلى مثل ما إجا على البساتين. إجا على محمود كمان.
بس يوصلنا خبر منيح من رجا آغا وبس يطلع حقي من السجن، وقتها بيكون الربيع ربيع يا ليلى، وقتها بيكون الربيع إن شاء الله يا خالي. صباح الخير. صباح النور ابني. خير جيمو، لوين رايح؟ أنا واصل وراجع ماما زينو. عازمير؟ بما أننا محينا زليخة من خانتنا. وإبك شو رأيها؟ إبك ما له خاطر، زعلناها وفوقها عرفت بشغلة الولد. شو فيني أقول جيمو؟ إن شاء الله ربيع يضحك لك كمان. تسلمي ماما زينو. خاطر. مع السلامة يا ابني. مع السلامة. شوفك تصبحي على خير. وانت من اهله. ما بدك ياني يجي لهون؟ بتصور اني وضحت لك على التليفون. تليفون مكالمة تليفون وحدة بتكفي ابك؟ بتكفي لتوضحي لي كل شيء؟ بتكفي لكل شيء؟ شوف جيمو، انت كثير عم تصعبها. طبعا رح صعبها، لانه كل حياتي متعلقة بهالشيء، عيشتي وكل حياتي على أساس تنطري، على أساس تنطري هالحب لآخر يوم بعمرك. تذكرتي؟ كنت ناطرة بس أنت كذبت علي جيمو، قلت لي إنك ما نمت مع مرتك. مو مشكلة، مو غلط اللي صار بينك وبين مرتك ولا حتى الولد اللي خلق. المشكلة إنك كذبت علي جيمو، ما كان في داعي لهالكذب. عيبك. رجاء لا تكذبي علي، يعني قولي الحقيقة. أيامنا الماضية، كل اللي عشناه، وألاف الكيلومترات اللي قطعتها بس لا أقدر أشوف عيونك، معقول ما إلها عندك معنى؟ كان إلها جيمو، صدقني كان إلها، وكانت غالية كتير. وهلأ انتهت، ما هيك؟ أنا آسفة. آسفة؟ آسفة ما هيك؟ هو السبب مو؟ هذا الشاب هو السبب. ما عم تفهم جيمو، لساتك ما عم تفهم. إذا رحت بيكون أحسن. Courbetier.